بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم في اللارنكس اللارنكس الموضوع سهل جدا وبسيط وصغير وما فيهوش مشاكل كتيره، بروفايدد ان انت اوير بس بالاناتومي. الاناتومي برضو يعني ما هواش في صعوبه البارافرينجيال، لكن الى حد ما محتاج مننا ان احنا يعني نبص له بصه كويسه. اللارنكس يا جماعه تقريبا ما فيهاش الا ليجن واحد بس، يعني لو احنا حبينا نبسط الامور فهو ليجن وحيد في اللارنكس، بتشاف كل يوم او بتشاف اي حته وكده. اما اذا انت عاوز تعقد الدنيا وتكركب البتاع وتعمل مشاكل كتيره وانتوا مش ناقصين اساسا، فممكن تحط حاجات عمرك ما بتشوفها في حياتك، عمرك ما بتشوفها في حياتك. يعني كتير انا بسمع ناس اللي هم بيتكلموا في اللارنكس وكده، بالذات الاجانب منهم، يبقى دايركت تو ذا بوينت. اشهر حاجه واكتر حاجه بتتشاف كل يوم هي اللارينجال كانسر، فيجي يقول لك اللارنكس، ادي يا جماعه الاناتومي وادي اللارينجال كانسر والاستيجنج بتاعه، تك 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 خلصنا. طلعت فاهم القضيه اللي انت كل يوم هتشوفها. تيجي بقى حد تاني يقول لك اللارنكس بقى كونجنتال انومالز، وبعدين تروماتيك ليجنز، وبعدين انفكشن تي بي اوف ذا لارنكس، ومش عارف مين اوف ذا لارنكس وبتاع. تطلع انت بقى مش عارف فين التيومر، من فين الانفكشن، من فين البتاع، which is not الحاجة المطلوبة. يعني لو انت سألتني انا شفت كام مرة في حياتي تروما تو ذا لارنكس في الأشعة، في البراكتس مش في الكتب ولا على الإنترنت، تقريبا يمكن مرة واحدة. شفت كم مرة تي بي اوف ذا لارنكس، تقريبا برضو مرة واحدة. فالحاجات ديت ما هياش frequently seen in the clinical practice. لكن شفت كم مرة كانسر لارنكس، يعني الناس اللي بتشتغل هيد اند نيك تقريبا كل يوم بيشوف حالة تقريبا. عاوزين نركز على الاناتومي ونركز على الحاجات اللي هي بتتشاف ان ذا كلينيكال براكتس، وهجيب لك سيره بعض الحاجات البسيطه اللي هي احتمال وانت يعني during your life تشوفها في الموضوع ده. لو احنا جينا نعمل اللارينكس سواء بالسي تي او بالام ار اي، فده الرينج تقريبا اللي احنا بنشتغل عليه، اللي هو من فوق الابيجلوتس بشويه لحد لما توصل الى نهايه الكيركويت كارتج تقريبا، يعني بمعنى تاني من اول سي 2 لحد سي 7. المفروض انك انت تقطع في اللارنكس بيربنديكولار على المحور بتاعها، اللي هو ايه، اللي هو الفنتركل، بس انت ما بتشوفش الفنتركل اساسا. وبالتالي لو العيان نايم زي كده، فانت كان انت يفترض ان this is the laryngeal air column، فانت بتقطع بيربنديكولار تو ذا لارينجيال اير كولم. تقطع كل قد ايه؟ كل 2 مللي او كل 3 مللي، كويس قوي. في السي وفي الام ار نفس الحكايه، تحن سوا ولا ما تحنش؟ لازم تحن سوا علشان خاطر الليمف نودز والاكستنشن اوف ذا تيومر في الحته. مهم جدا بقى اذا كنت عاوز الفحص يطلع عدل، انك انت ما تقولش للعيان ولا كلمه، خلاص. اول ما تقول له اتنفس ببطء او بهدوء او ما تبلعش ريقك، اعتبر ان الفحص اتدمر خلاص. هتلاقي العيان كل ثانيه بيبلع ريقه، والصور بقى ارتفاكس وحاجات طلع وحاجات نازله، وما انتش قادر تسيطر على الموقف، وكل شويه تخش للعيان تقول له مش كده، يقول لك ما انا بعمل زي ما انت قلت لي. فانت احسن طريق في الدنيا انك انت ما تكلمش العيان خالص، ولا تقول له لا نفس ولا ريق ولا اي حاجه خالص، وتسيبه كده يطلع لك فحص جميل جدا وكل شيء تمام، خلاص. فديت يعني من الجوردن رولز اللي انت تمشي عليها. في الام ار اي هتستخدم الهيد اند نيك كويل، وهتستخدم الفيوز اللي معروفه اللي هي الساجيتال والاكزل والكورونال، وهتمشي كل 2 مللي، وهتعمل لو انت حنت سوا يستحسن انك انت تعمل فات سبريشن بيفور اند افتر. طالما في فات سبريسد ايمجز بالسبع، لازم يكون في فات سبريسد ايمجز من غير السبع. طيب
عملنا الفحص بقى، عاوزين نتعرف على الأناتومي. اللارينكس يا جماعة فيها 3 عظمات أو 3 كارتلج مهمين، وفيها شوية ماسلز وحاجات زي كده، أنا هنعرفهم دلوقتي. اللاند ماركس بتاعت اللارينكس، أول حاجة الهايويد بون، وتحتيها الثيرويد كارتلج، وتحتيها الكريكويد كارتلج، تمام. بعد كده في شوية ماسلز ريليتد تو ذا لارينكس، انت في غنى كامل عن انك انت تعرف اساميهم ولا هم موجودين فين، لكن لما يجي موضوع الفلور اوف ذا ماوس، في يعني كده طائفة من الماسلز لابد انك انت تعرف اساميهم، ملهمش حل، دولت ما فيش هزار فيه. فلو احنا خدنا فكرة كده عن الاناتومي بسرعة، هنقول ان اللارينكس بتبتدي تقريبا قرب الليفل بتاع الهايويد بون عندما ترى التيب اوف ذا ايبيجلوتس. التيب اوف ذا ايبيجلوتس بتبقى عبارة عن كيرف كده موجود في وسط الهواء، وهذه الايبيجلوتس بتبقى اتاتش تو ذا بيز اوف ذا تانك عن طريق فولد اسمها ذا جلوسو ايبيجلوتيك فولد. جلوسو ايبيجلوتيك فولد اللي هي الممبرين او الفولد اللي بيمسك الابيجلوتس في الفلور او في التانك بيز، وهذا الخط بيفصل الهواء دوت الى تو كومبوننتس صغيرين اللي هم اسمهم ذا فاليكيلي. يبقى ده الفاليكيلي وده اللارينجيال نيوم. لو مشيت مع الابيجلوتس لتحت هتلاقي ان هي بتمشي في صوره خط كده اسمه ايري ابيجلوتيك فوق. من اسمه كده معناها ان هو هيوصل الابيجلوتس بالاريتينويد كارتر. Airy epiglottic fold. Lateral to the airy epiglottic fold في component تاني مليان هواء اسمه the piriform fossa أو the piriform sinus. يبقى اللي فوق دوت اسمه the valicula واللي تحت دوت اسمه the piriform sinus. طيب يبقى لو احنا بصينا على الصور دهيت and this is the hyoid bone وادي الابيجلوتس موجودة هنا، وفي فات قصادها في الحته ديت اسمه دبري ايبيجلوتيك فات، وهذا الفات مهم جدا في الاستيجنج بتاع الارينجيال كانسر. دبري ايبيجلوتيك فات and this is the epiglottis وده الفات دبري ايبيجلوتيك فات. On either side you can see the submandibular salivary gland وبقيه الماسلز بتاعه الفلور اوف ذا ماوس. اشهر ماسل فيهم في الحته ديت بالذات طبعا اشهر واحد هي اللي فوق خالص اسمها جيجي او جينو جلوسوس ماسل، لكن اشهر واحده موجوده هنا عند الليفل بتاع التيب اوف ذا ايبيجلوتس اللي هي ديت اسمها ذا انتيريور بيلي اوف ذا جاستن ماسل. طبعا الكره ديت لينف نود والكره دي لينف نود، they are not normal anatomy الاثنين دول، لكن this is the submandibular salivary gland وديت السترنوماستويد ودولت الفيسلز deep to the sternomastoid and otherwise في فات فقط. الاستراب ماسلز هي عبارة عن مجموعة من الماسلز running anterior to the larynx تحت الجلد اللي هي الحتة اللي في الرقبة من قدام. الماسلز دولت ليها أسامي وأنت مش محتاج تعرفهم ولا تعرف مين فيهم، لأن لما حد يشاور لك بس يقول لك مين دول تقول ده استراب ماسلز بس كده. في استراب ماسلز على الشمال وفي استراب ماسلز على اليمين، إيه هما بقى؟ ممكن تحفظوا أساميهم اللي هما الثايرو هايويد والهومو هايويد والستيرنو هايويد والستيرنو ثايرويد بغض النظر، لكن this is the CT and this is MRI. الاستراب ماسلز اللي هما anterior to the larynx subcutaneous على الناحيتين. طيب نزلت لتحت شوية and this is the area epiglottic fold اللي احنا اتفقنا عليها واللي lateral ليها هو the piriform sinus. هتفضل ماشي مع الايري ايبيجلوتيك فولد لحد لما توصل الى الترو فوكال كورد. بتعرف ازاي ان ده الترو فوكال كورد؟ بانك انت بتشوف ذا ايريتونويد كارتج اللي هو الكارتج اللي ماسكه من ورا. خلاص يبقى الايري ايبيجلوتيك فولد بتطلع من الايبيجلوتس وتفضل ماشيه لحد لما توصل الى ذا ايريتونويد كارتج. وانس انك انت يسي ذا اريتينويد كارتريج then you know انك انت دلوقتي بتقطع في ما يسمى ب ذا ترو فوكال كورد. طيب ايام زمان لما كنا بنعمل بيريم ستادي كان البيريم بيملى الحفرتين دول اللي هما الفاليكيلي وبيملى الحفرتين دولت اللي هما ذا بايريفورم ساينسز.
هو ده كان حتى بيسموها ساعتها مش عارف اندايركت لارنجوجرافي او حاجه زي كده، ان يو دونت سي اي حاجه ابارت من الحاجتين دول. لكن كان في فحص تاني محترم جدا، وهو عباره عن بلين اكس راي بس بالتوموجرام، انك انت تعمل توموجرافي اوف ذا لارينكس اللي هو ده. في التوموجرافي اوف ذا لارينكس كنت بتشوف ذا لارينج اليومن مليان هوا، وبتشوف على ده الجنب السليم وده الجنب اللي فيه تيومر. الحته اللي تحت ديت اسمها ذا ترو فوكال كورد، والحته اللي فوقيها على طول اسمها ذا فولس فوكال كورد، والحفره اللي ما بينهم اسمها ذا لارينجيال فنتريكل. هو ده الفنتريكل اللي احنا قاصدينه لما تيجي تعمل سكاننج، ان يو دونت سي ان ذا سكانوجرام، وبالتالي مش هتعرف تالاين البتاع ده. لما تعمل كورونال ريكونستراكشن هتشوف نفس اللي احنا كنا بنشوفه في البلين اكس راي. ادي الترو فوكال كورد، والحفره اللي مليانه هواء هي اللارينجيال فنتريكل، والحته الصغيره اللي فيها اسمها ده فولس فوكال كورد. طيب انت عرفت الترو فوكال كورد باي ذا بريزنس اوف ذا اريتونويد كارتج، وادي الاريتونويد كارتج اهوت شمال ويمين، وادي الفوكال كورد يمين وشمال. اين يقع الفولس فوكال كورد في الصور ديت؟ فوقيه، صح كده؟ طيب ذا ترو فوكال كورد عباره عن فايبرس تيشو، يعني ماسك نفسه. اما الفولس فوكال كورد عباره عن ميكوزال فولد فيها فات، ميكوزال فولد فيها فات. فانت عارف ان الفولس كورد فوق الترو كورد، تروح راجع مقطع لفوق، then you can see the فولس فوكال كورد عباره عن حته مليانه فات. خلاص كده؟ في الغالب you cannot see the laryngeal ventricle. You cannot see the laryngeal ventricle in the axial images، ولكن ممكن تشوفه in the coronal images أو تشوفه في اللاترال توموجرام اللي احنا بنتكلم عنه. طيب يبقى إذا لو أنا جيت حطيت إيدي على الأريتونويد كارتليج عرفت إن دوت هو the true vocal cord، رجعت لفوق شوية then I am cutting in the false vocal cord. مكان التقاء الفوكال كورد من قدام مع الناحية التانية اسمها the anterior commissure. The anterior commissure، هذا ال anterior commissure اللي هو المسافة ما بين العظم وما بين الهواء مش المفروض ان هو يزيد عن 1 مللي نورمال. لو كبر عن كده يبقى معنى كده ان في ماس، وان الماس دي infiltrating the cord as well as infiltrating the anterior commissure. خلاص يا جماعة؟ طيب بقيه الاناتومي اللي في الحته ديت، ذيس ار ذا ستراب ماسلز، وده هوت الاسترنوماستايد، ودولات الفيسلز ديب تو ذا استرنوماستايد. نفس الحكايه هنا، ده بقيه السب مانديبولار سليفري جلاند على الناحيه اليمين، وده الاستراب ماسلز، ودوت الفولس فوكال كورد. نزلت لتحت شويه، المفروض هتسيب الفوكال كورد اللي هو ده خلاص، وتنزل على الكريكويد كارتر اللي هو المدور ده. And this is the cricoid cartilage. مفيش أي حاجة جنبيه ولا فوقيه إلا ال strap muscles anteriorly with thyroid gland on either side. ماشي يا جماعة؟ طيب. And this is the anatomy by CT and by MRI نفس المريض. آدي ال sternomastoid muscle، وآدي ال vessels، وآدي ال submandibular salivary gland على الناحيتين، ودي lymph nodes زي ما احنا اتفقنا. وده the anterior belly of digastric muscle، وده الابيجلوتس، واللي قدامها دوت اسمه البري ابيجلوتيك فات. And this is the false vocal cord which is formed of fat. And the fat is of bright signal on MRI T1 weighted image. And this is the sternomastoid على الناحيتين. And this is the strap muscles. Right. مرة تانية، this is the vocal cord through، وده الترو الناحية التانية، وده الكارتليج زي ما انت شايف في السي تي، وده الكارتليج في الام ار اي. الكارتليج في الام ار اي بيبان شوية اوف برايت سيجنال في التي 1، وبيبان مسود شوية في التي 2. لما الكارتليج يبان اسود في التي 1 يبقى معنى كده ان الكارتليج از اسكليروز، يبقى معنى كده ان هو از انفيدد باي ذا تيومر زي ما هنقول بعد كده. يبقى حد عنده أي أسئلة في الأناتومي؟ الأناتومي مهم. حد عنده أسئلة في الأناتومي؟ طيب خلصت الأناتومي. حد عنده سؤال؟ يا ابني مين؟
مين الكارتليج؟ انا قلت ايه؟ الاريتينويد كارتليج. اي الاريتينويد كارتليج، ومعظم الكارتليج ان ذا لارينكس بتبان لونها مبيض شويه في الديوان. لو بانت لونها اسود يبقى معنى كده انها سكليروزد، يبقى معنى كده انها انفيدد باي ذا تيوم. هنقول الكلام دوت لما نيجي للتيوم. طيب ادي كل الباثولوجي بتاع اللارينكس بعد لما نستبعد بعض الحاجات اللي هي يعني مش مهمه قوي، اللارينج سيل واللارينجيال كانسر طبعا، وبعض النيوبلازمس اللي ممكن تطلع في اللارينكس ولكن ما هياش في قوه اللارينجيال كانسر. نبتدي باللارينج سيل. اللارينج سيل يا جماعه زي ما الكتب قايله مش متسمي لانه طالع من اللارينكس، لا ده متسمي باسم الجراح بتاع نابليون اسمه لاري، وهو اللي اكتشف هذا الموضوع. لان زي ما انت عارف الجماعه بتوع زمان ما كانش عندهم ميكروفونات بيصرخوا فيها، فكان نشوف انت في الاعلانات كده الراجل واقف على صخره وبيزعق في الجند، صح؟ وما تشوفوش اي حاجه يعني. بتعملوا ايه يعني؟ ولا بتذاكروا ولا ست بيت ممتازه ولا طب وبعدين؟ إذا اللارينج سيل ده is an acquired lesion, it is not a congenital pathology. An acquired lesion، كل الناس اللي بتصرخ قوي قوي وبتجعر جامد جدا بيجي لهم هذا الايه؟ اللارينج سيل. طيب اللارينج سيل عباره عن ساك مليان بالهواء connected to the laryngeal ليوم. اشهر مكان بيطلع فيه هو الخرم ده اللي هو في الكريكو في الثايروهايويد ميمبرين، الحتت اللي مكان دخول الفاسلز، ان ده ذا ويك سايت، ولما الواحد يجعر يروح طالع هذا اللارينجسيل. اللارينجسيل في منه ثلاث انواع. واحد توتالي جوه اللارينكس ده اسمه انترنال لارينجسيل، وواحد بره اللارينكس دوت اسمه اكسترنال لارينجسيل، وواحد نصه جوه ونصه بره ودوت اسمه ميكسد لارينجسيل. اشهر واحد فيهم على الاطلاق الميكسد، اللي هو فيه منه حته جوه وحته بره. اللي جوه اللارينكس بس مش هتشوفه. ليه؟ لانه مليان هواء واللارينكس مليان هواء والجدار بتاعه رفيع جدا، في الغالب مش هتعرف تشوفه. لكن بتشوف اللي بره وبتشوف الميكسد، فالميكسد زي ده كده في جزء من بره وفي جزء من جوه اللي انا بشاور عليه دلوقتي. يبقى دوت اسمه ايه؟ ميكسد لارينجسيل. اللارينجسيل ممكن يبقى بايلاترال وممكن يحصل فيه انفكشن ويتحول الى ابسس، يعني يكون فيه اير فلويد ليفل، وممكن يطلع جوه اللارينج سيل لارينجيال كانسر. لما تلاقي كوره مليانه هواء اسمها لارينج سيل طلع جواها ماس يبقى كانسر جوه الايه؟ جوه اللارينج سيل. طيب and this is external لارينج سيل، كوره مليانه هواء بره اللارينج اليوم، يبقى دوت external لارينج سيل. وده واحد ميكس، شايف انت جزء منه هنا في الحته ديت وجزء منه هنا، والناحيه الثانيه في واحد اكسترنال. خلاص صعبه دي. طيب اللارينكس دي الابيجلوتس اهي، بس ده تيب ابيجلوتس، وده الجلوسو ابيجلوتيك فولد، وده الفاليكيولا الناحيه دي وده الفاليكيولا الناحيه دي. هتقول لي طب ايه اللي عرفني ان كملت اللارينج سيل ده هنا؟ ايه اللي عرفني؟ الاسيمتري. ما لو ديت الفاليكيولا هتبقى زي الثانيه، صح ولا ايه؟ هتبقى اللارينكس دي مش معوجه كده وراحت الناحيه الثانيه، هتبقى واقفه في النص، يبقى في هنا فاليكيولا وفي هنا فاليكيولا. لكن اللي حصل ان الابيجلوتس راحت كده، يبقى في حاجه زقتها مليانه هواء، وعشان الوول ما بين الهواء بتاع اللارينج سيل والهواء بتاع اللارينكس رفيع جدا ما تعرفش تشوفها. دي صعوبة الموقف في الانترنال لارينج سيلز، ممكن ما تشوفهمش بره. لو اللارينج سيل بقى انفكتد الوول بتاعه هيبقى انهانسنج وهيطلع فيه اير فلويد ليفل، ساعتها يبقى اسمه انفكتد لارينج سيل او ابسس، ما تفرقش، هو نفس الايه؟ نفس الحكاية. طيب نيجي بقى لأهم نقطة وهي ذا لارينجيال كانسر. احنا عارفين ان اللارينكس بتتقسم الى ثلاث اقسام بيزد على الليفل بتاع الترو فوكال كورد.
الحته اللي فيها انا قلت في الاناتومي هنا ان الديسل ده ترو فوكال كورد وبعدين اللارينجيال فنتركل وبعدين الفولس فوكال كورد وفوقيه طبعا الايبجلوتس والايريبجلوت الفولد والكلام ده كله. المنطقه بتاعه الترو فوكال كورد اسمها ذا جلوتس او ذا جلوتيك ريجن، اللي فوقيها اسمه سوبرا جلوتس واللي تحتيها اسمه سب جلوتس. الكانسر لارينكس ممكن يطلع هنا او هنا او هنا. الانسيدنس اكتر من 60% بيطلع سوبرا جلوتيك، حوالي 25% او 30% بيطلع في الجلوتيك، وقليل قوي بيطلع عند سب جلوتيك ايه. في لارينكس كانسر لارينكس بيطلع في السوبرا جلوتيك وبعدين ينزل على الجلوتس وبعدين ينزل في السب جلوتيك اريا اسمه ترانس جلوتيك كانسر، اللي هو ماسك من اول فوق لحد تحت. دوت اسمه ايه؟ ترانس جلوتيك كارسينوم. طيب انت دورك ايه في الاشعه؟ يعني عيان عنده كانسر لارينكس او شاكين ان هو عنده كانسر لارينكس، ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك نمره واحد انك تحدد مكان الليج، ودي سهله ما فيهاش مشكله. هتشوف الليجن فين بالنسبه للفوكال كورد، سوبرا جلوتيك، جلوتيك، انفرا جلوتيك، وتقعد تقيس وتقول ان التيومر شكله كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله، هيترونجرس انهانسمنت وتقول تمام كده. بعد كده مطلوب منك الاكستنشنز بقى، اللي هم اول واحد بري ابجلوتيك سبيس، ثاني واحد بارا جلوتيك سبيس، دول حاجتين لازم هتقولهم، ثالث واحد فيهم الانتيرير كوميشر. خلاص كده؟ يبقى بري ابجلوتيك بارا جلوتيك و انتيرير كوميشر. فين الكلام دوت موجود؟ الاول لو احنا بنبص على البلين اكس راي دي، ففي ماس هنا انفلتريتنج مين؟ the true and the false vocal cord as well as the laryngeal ventricle، صح كده؟ طيب الباراجلوتيك سبيس يا جماعه اللي هو السبيس جنب اللاركس اللي هو في الحته دي اللي انا مشاور عليها دلوقتي، هوريها لك في السي تي افضل من الاكس راي. لو احنا جينا كده ده في العصر الاغريقي انك انت بتشوف الفاليكيلا والبايروفورم ساينس، لكن تعالى هنا دوت اسمه ايه؟ ابيجلوتس، والسبيس اللي قدامه اسمه ايه؟ بس ادي اول واحد فيهم، يبقى ذا بري ابيجلوتيك سبيس هو ذا سبيس انتيريو تو ذا ابيجلوتس. الباراجلوتيك سبيس اللي هو ذا سبيس بارا تو ذا لارينكس، ادي اللارينكس اهي اللي انا بشاور عليها، وده الفات اللي هو الباراجلوتيك اللي انا بشاور عليه دلوقتي، ده ثايرويد كارتليج زي ما انتم عارفين، وادي الفات، وده الفنتريكل، وده الفولس كورد، وده الترو كورد. يبقى اكستنشن انتو ذا باراجلوتيك ده الحته دي اللي هنا، واكستنشن ان ذا بري ابيجلوتيك الحته اللي هنا، والانتيرو كوميشر زي ما وريته لك ما بين ذا انتيرو اسبيكت اوف ذا تو فوكال كوردز. طيب تعال نطبق الكلام ده، ايه هو اللارينجيال كانسر اساسا؟ اسكويموس سيل كارسينوما، زي الكارسينوما اللي احنا كنا لسه بنجيب سيرتها في الايه؟ في الفارنكس. الفارنكس واللاركس نفس الحكايه. 90% of the laryngeal cancer is of the squamous cell type. خلاص كده؟ طيب نيجي هنا، كل لما تلاقي ماس في اللارينكس تشخص كارسينوما، لان هي the most common lesion arising inside the larynx. عندنا هنا ماس كلنا شايفينها infiltrating the epiglottis، كلنا شايفين راحت في البري epiglottic space الحته اللي انا بشاور عليها. نزلنا لتحت الخط الرفيع دوت اللي هو اسمه ايه؟ اري بجلوتك فوق، كل اللي براه اسمه باراجلوتك سبيس، واللي جواه اسمه ذا لارينجيال ليون. يبقى الماس دي از انفلتريتنج ذا اري بجلوتك فوق، وعامله باراجلوتك اكستنشن، وعامله بري ابجلوتك اكستنشن، ونزلت لتحت، تفضل مكمل معاها لحد لما تجيب اخر اللاريكس، عشان لو انفيدد ذا ترو كورد هتبقى سوبرا جلوتك ويز جلوتيك اكستنشن، لو عدت من الفوكال كورد على الكريكويد يبقى ترانس جلوتيك. كويس، بعد لما تخلص الاكستنشن وتوصل في الماس والبري بجلوتيك والبارا جلوتيك، تقول الليمف نودز، تقول الليمف نودز هل التيومر دوت معاه ميتاستاتيك ليمف ادينوباثي ولا لا؟ فين، شمال ولا يمين؟ في النص، اليمين. طيب and this is the lymph node اللي احنا بنتكلم، والتيومر هو to the right side، يبقى you expect ان الليمف نودز تكون على اليمين، بس مفيش مانع ان الليمف نودز تكون باي.
يبقى هم دولت الايه الاكستنشنز اند ذس از ذا تيومر. واحنا نازلين لتحت ابتدى في الايه بجلوتس وبعدين مسك الايري بجلوتك فولد وفضل نازل معاها اند يو سي ذا ميتاستاتيك لينف نود. طيب تنزل بقى تحت لو احنا جينا في عيان تاني اند ذس از ذا ايري بجلوتك فولد ويتش از ثيكند ونزلت لتحت شويه ذا ايري بجلوتك فولد وبعدين اخبار الفوكال كورد ايه كويس يبقى دوت اسمه ايه سوبرا جلوتك كارسينوم. then you look for lymph nodes. في هنا lymph nodes ولا لا؟ حد يقول 6 سنتيمتر طيب ولا حاجه عشان طيب اوكي نيجي هنا and you see this mass affecting mean the left the right area glottic fold صح كده. نزلت لتحت and you see the right area glottic fold is involved. وصلت لحد الاريتينويد كارتلج تعرف ان انت وصلت للترو فوكال كورد and the true vocal cord on the right side is thickened وشكله paralyzed عشان داخل لجوه. يبقى ده هو ايه سوبرا جلوتيك كارسينوما with glottic extension. في lymph nodes ولا مفيش؟ في ولا مفيش؟ ورا الكاروتيد ادي الكاروتيد الجاجلر ده صح and this is lymph node. اوكي طيب نيجي للعيان ده احنا فين الاريا فين الاريتينويد كارتلج هنا؟ بدايته في الحته ديت وده كمالته هنا and the true vocal cord is affected. وبعدين تطلع لفوق you see a mass تطلع لفوق and you see a mass. خلاص كده يبقى اذا العيان ده عنده سوبرا جلوتيك كارسينوما ونزلت فيه الجلوتس. هتقول لي طب ليه انا ما اقولش على ديت جلوتيك كانسر ويز سوبرا جلوتيك اكستنشن؟ المين بالك فوق حاجه ثانيه الانسيدنس مظبوط الانسيدنس مهم جدا. السوبرا جلوتيك كانسر از ذا موست كومن وان وهو بينزل على تحت. الجلوتيك كانسر اقل في الانسيدنس بغض النظر طلعت جلوتك وطلعت لفوق ولا سوبرا جلوتك نزلت لتحت هي سكويموس سيل كارسينوما العلاج ذا سيم. نعم جاوبت سؤال خلاص؟ ما هو انت بس ما تصبر سنه خفيف. طيب في لينف نودز عند العيان ده ولا لا؟ ها هي صعبه ثلاث مقاطع تبص فيه وبلا بتبص في البتاع. على فكره انا توصلت بعد مجهودات شاقه جدا للاختراع اللي انا كنت عاوز اعمله عشان اوري لكم الافلام بالكامل وكده ونقعد نحكي فيها. فان شاء الله يعني في القريب هتشوفوا الحكايه دي. في لينف نود ولا مفيش؟ مفيش. طيب في انتيريور كوميشر انفيجن ولا مفيش؟ في طبعا لان في مسافه ما بين الهواء وما بين العظم او الكارتلج كبيره جدا زائد ان الكارتلج نفسه مقروب يعني هنا ديستركشن اوف ذا كارتلج. طيب عيان تاني باي ام ار اي ده برضه نفس الكلام بتاع البارافارينجيال. السي تي اجدع عشان الاناتومي وعشان العظم والكارتلج لكن في هنا هو سوفت تيشو ماس كلنا شايفينها اون ذا رايت سايد. الحته ديت ريبريزنتنج ذا بودي اوف ذا هيويد بون وده الجريتر كورنيو ويتش از نورمال لكن هنا الجريتر كورنيو اسود اللي هو متشاور عليه بالسهم معناها ان الهيويد بون از انفيدد باي ذا تيومر. لكن طبعا في السي تي بيبقى الوضع احلى من كده بكتير. طيب هل انت محتاج الساجيتال بتاع الام ار؟ جدا. ومحتاج الكورونال بتاع الام ار؟ قوي قوي قوي. خلاص؟ طيب ايه فايده الكورونال باراجلوتيك اكستنشن الحته ديت شايفين الاستريب اوف ذا فات ذس ذا نورمال سايد وذات سايد اللي فيه تيومر. الاستركس ديت بتشاور على الترو فوكال كورد والارو هيد بيشاور على الفنتريكل واللي فوقيه هو الفولس فوكال كورد وده الباراجلوتيك سبيس. تمام لو انت عاوز تشوف اكستنشن اوف ذا ليجن ان ذا بري ابيجلوتيك سبيس سهل ولا لا في الساجيتال؟ سهل جدا. ادي الجلوتس اهي وادي البري ابيجلوتيك سبيس اللي هو اللي انا بشاور عليه دلوقتي. خلاص؟ وممكن تشوف اكستنشن اوف ذا ليجن لان ده هي هتنتهي هنا اهوت عند الانتيريور كوميشر فممكن تشوف اذا كان في انفيجن ولا لا بس الاكسل طبعا افضل بكتير. Then the glottic cancer معناها invasion of the true vocal cord او a mass in the vocal cord.
The right vocal cord is infiltrated by a mass. The anterior commissure is also involved من أول هنا لحد هنا. العينين دول لو الموضوع واقف لحد كده أو وصل لحد تلت القداماني بتاع الفوكال كورد الثاني بيبقى ليه عملية وعملية معروفة يعني بيشيلوا فيها الهيد. لو تعدى الموضوع ده بيبقى خرج الموضوع بره السيرجري خالص يعني لو خد الفوكال كورد الثاني بيبقى لا. طيب. And this is the glottic cancer ادي الاريتونايد كارتليج وفي ماس انفلتريتنج ذا رايت ثرو فوكال كورد والماس دهيت انفولد ذا انتيريور كوميشن اند ديسترويد ذا ثايرويد كارتليج. And this is the subglottic cancer اللي هو تحت ال level of the true vocal cord. This is the cricoid cartilage which is destroyed by a mass اللي هي موجودة هنا والماس دي اتزقت الثيرويد كده لبرة شوية وزقت البتاع التاني مفيش هنا extension هنا بس extension. كل الناس عارفين في طبعا القصص في العمليات بتاعت اللارينكس ما اقولكش كمية ضخمة جدا وانواع توتال وسب توتال وهيمي وفيرتيكال وهوريزونتال ومعاها ايودو بيكسي ومه بيكسي فيلم طويل عريض. وانا كان في مرة كنت رايح اقول المحاضرة دي في حتة ما بره مصر وكده فكنت خايف الاحسن يسألوني في العمليات الكلينيشنز ما لهمش حل. تقعد تقول لهم انا دكتور اشعة مفيش فايدة. يقول لك وده بيتعمل له ايه وده ما بيتعملوش ايه. فروحت الاستاذ هنا في الانفوزن اداني يعني زي فيديو كده لكل العمليات اللي بتتعمل بس انتوا طبعا في غنى كامل عن هذا الايه الموضوع. اللي عاوز الفيديو ممكن تقوله ممكن يتفرج عليه. اللي عايز يسال ايه ده؟ عايز يسال ولا عايز لو عاوز تسالني ممكن انا اقول لك البرود لاينز بتاعت ايه الحاجات اللي تنفع كده وايه الحاجات اللي تنفع كده. لكن لو انت عاوز يعني الهيد اند نيك مليان بلاوي اكتر من كده بكتير. طيب؟ And this is the region of the cricoid cartilage. وفي هنا هو soft tissue mass infiltrating the cartilage وinfiltrating the thyroid as well cartilage. وده طلعت بره larynx وaffected the strap muscles. وبعدين جزء من ال cricoid cartilage is normal وجزء الثاني is sclerotic. Sclerotic معناها ان هو is infiltrated by the tumor. طالما في tumor mass جنبيه او محوطاه او كده then you know that this is invasion. وانت مش محتاج بقى انفيجن اوف ذا كارتليج واحد من الحاجات اللي تستدعي توتال لارنجكتومي. وبالتالي لو الثايرويد بس لوحده ودي حاجه اكيده خلاص. لو الثايرويد والكريكويد برضو نفس الحكايه. Then the transglottic carcinoma هي الكارسينوما اللي كده في جزء منها above the cord وفي جزء منها عند الترو فوكال كورد وفي جزء منها وصل بعد الترو فوكال كورد. Then this is what we call ترانس جلوت كانسر وده غالبا ما بيتعملوش عمليات ولكن بيتعالج بالريديثيرابي. تيجي بعد كده بقى لبعض الليجنز اللي ممكن تطلع في اللارينكس وانت يعني عندك يعني امل كده تشوفها في حياتك ولو مره. واحد منهم اسمه لارينجيال هيمنجيوما والهيمنجيوما في اي حته في الدنيا بتتشخص بحاجتين الانهانسمنت والفيليبولاي. فلو انت لقيت فيه تيومر ان ذا لارينكس وفي كالسيفايد فيليبولاي ممكن تقول عليه ان هو هيمنجيوما. وممكن تلاقي في الام ار اي في التي 2 ويتد ايمج الهيمنجيوما از فيري برايت بيكوز اوف ذا البلاد كونتنت بتاعه. بعض الحاجات التانية بيسموها ذا سينجل بوليب او لارينجيال بوليب بتبقى بوليب كده صغيره على الفوكال كورد في الناس اللي هي ليل نهار تغني وتعمل الحركات اللي انت فاهمها. طيب بما ان اللارينكس تعج بالكارتليج فطبعا هنا الكوندروساركوما من الحاجات المعروفه اللي انت ممكن تشوفها ان ذا لارينكس. اشهر مكان بيطلع فيه الكوندروساركوما هو الكريكويد ولكن ممكن تطلع من الثايرويد وساعات تطلع من الاريتينويد كارتليج. And this is the normal larynx ده الاريتينويد كارتليج وده الترو فوكال كورد. And this is a lesion arising from the arytenoid cartilage on the left side showing matrix calcification diagnostic of chondrosarcoma. The chondrosarcoma is diagnosed in the larynx by the presence of a soft tissue mass that differs from the cancer except that it has calcium which is the diagnostic issue of chondrosarcoma. And this is another chondrosarcoma arising from the thyroid cartilage showing matrix calcification.
الليبوما واللايبوساركوما من الحاجات اللي ممكن تطلع جوه اللارينكس، ولكن نفس الحكايه they are extremely rare تقريبا. And the tumor is diagnosed by the presence of fat density أو fat signal. يعني هيكون في الـ MR أبيض وهيكون في الـ CT مسود زي كده. لو كان الـ tumor فيه fat و other soft tissues you consider liposarcoma. لو كان الـ tumor is of pure fat زي ده هو كده then you consider liboma. And this is liboma of the larynx متعلقة في الـ epiglottic fold بتاعت الناحية اليمين، وزي ما انت شايف ما هياش الدنسيتي بتاعت الهواء، ولو ده ام ار اي هتبقى الموضوع ابسط بكتير. Then metastasis can occur in the larynx سواء في الفوكال كور او في اللارينجيال كارتليج او في السوفت تيشوز اوف ذا لارينكس. ان metastasis زي ما انتم عارفين في الحتة الغريبة على رأس القائمة لازم تيجي الميلانوما والبريست كارسينوما، اشهر حاجتين يعملوا ميتاستاسيس في اماكن غريبه. فالميلانوما والبريست من الحاجات المشهوره، لكن اللانج طبعا ما فيش حاجه بتقف في سكتها برضو، وكذلك رينال سيل كارسينوما. اما العيان اللي انتم شايفينه فانا ناقشه من الليتريتشر وهو عنده ماس انفلتريتنج ذا رايت سايد اوف ذا لارينكس، والعيان دوت از نون تو هاف بلادر كانسر. العيانين اللي عندهم برايمري كارسينوما وعندهم لارينجيال ماسز then you consider metastasis، ما تشخصش في العيان اتنين برايمري مرة واحدة. كذلك الليمفوما ممكن تطلع في اللارينكس وممكن تطلع في الفارينكس وت انفيد اللارينكس، يعني زي ما احنا شفنا. فهنا عيان عنده بلقي ماسز انفلتريتنج بوث سايدز اوف ذا لارينكس، مش منظر اللارينجيال كانسر اللي احنا عمالين نتفرج عليه كل شويه، لكن this lesion has been proved to be lymphoma of the fan of the larynx. وده برضو عيان تاني proved ان هو non Hodgkin lymphoma of the larynx، ده thyroid cartilage وده اللارينجيال lumen which is almost totally obliterated by lymphomatous soft tissue mass. ده عيان عنده lymphoma of the pharynx invading the larynx. فلو انت ابتديت من فوق this is the base of the tongue، وبعدين الحته ديت اللي هي مكان الفاليكولا والاري ابيجلوتيك فورد and you see a tumor mass، تنزل لتحت شويه then you can see invasion of the area ابيجلوتيك فورد and also you can see here invasion of the valicula. دي الفاليكولا اليمين which is normal ودي الفاليكولا الشمال which is infiltrated and this is the epiglottis والاري ابيجلوتيك فورد. This is a non-Hodgkin lymphoma of the A of the larynx. شفت بقى الموضوع